نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية ونرجع لمتابعة أخبارنا وفقرة تعتبر فقرة ثابتة معانا كل يوم بنرد فيها على الإشاعات اللي حضراتكم بتسمعوها وبنعرض الحقيقة والمعلومة كاملة. في إشاعة من كام يوم كده بيتكلموا عن إنه تحديد صلاحية كافة إصدارات الأحوال المدنية بست شهور، يعني أي ورقة أي مستخرج رسمي أي حاجة بتطلعها دي هتبقى دي الإشاعة، يعني إن ست شهور بس وبعد كده لازم إنك تعمل مستخرج أو إصدار جديد بعد ست شهور ما يخلصوا. وطبعا الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة، ووزارة الداخلية نفت الكلام ده تماما وقالت إنه لا صحة لتحديد مدة صلاحية لكافة إصدارات الأحوال المدنية أو إلزام المواطنين باستخراج إصدارات جديدة بعد انقضاء المدة ست شهور اللي بيتكلموا عنها، وإنه ما تمش إصدار أي قرارات بالخصوص ده. وشددت الوزارة على إن كل إصدارات قطاع الأحوال المدنية سرية بدون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، وبيتم الإعداد بها يعني والأخذ بها عادي والتعامل بها يعني في كافة الجهات الإدارية بالدولة، سواء تم الإصدار ده بتاريخ قديم أو حديث ما عدا القيد العائلي فقط لا غير.